بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من سلسلة عظماء من بلاد الإسلام. وهذه السلسلة كما أسلفت مرارا وتكرارا ولا أمل من تكرار ذلك ولا ترداده، إنما جعلت أيها الإخوة والأخوات من أجل غرس المعاني العالية في النفوس ومحاولة تحريك هذه النفوس وإقبالها على الله تبارك وتعالى، ومحاولة جعلها أن تعمل شيئا لدين الله، خاصة في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم. هي بأمس الحاجة لمن يأخذ بيدها ولمن يرفعها إلى سدة المجد وذرى السيادة التي هي أحق الأمم بها على الإطلاق. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا. وهنالك إرهاصات وبشائر تبشر بقدوم الإسلام من جديد وعودة مجده من جديد، وهذا وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن عظيم من عظماء أمة الإسلام حقا، وعن شريف من أشرافهم وإمام من أئمتهم، ألا وهو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه. وهو أي أبو جعفر محمد بن علي إمام من أئمة المسلمين الكبار، وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، وكنيته أبو جعفر ولقبه الباقر. وإنما لقب بالباقر لأن معنى الباقر هو الشاق، يعني الذي يشق، والبقر هو الشق والقطع، فكأنه بقر عن العلم واستخرجه وأخذ أصله رحمه الله تعالى، هذا معنى الباقر. وبعض الإخوة عندما يسمع الباقر يعني يصاب هكذا بشيء هزة أو شيء ما، فيظن أنه من أسماء خلاف أهل السنة والجماعة، أو أنه لا، هو علم من أعلامنا الكبار وعظيم من عظمائنا العظام، وهو ثقة كبير، إمام له الشرف وله السؤدد وله السيادة، وكان أهلا للخلافة العظمى. وقد روى عنه رحمه الله تعالى أصحاب الكتب الستة، إذن كان موثقا وكان صاحب سنة وصاحب حديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو ممن يزعم الشيعة أنه من الأئمة 12 الذين يدعون عصمتهم. ومن المعلوم من قواعد الإسلام وبدهيات العقول أنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى، وكيف يعصم الله تعالى عبده إلا بالوحي، إلا بالوحي، فإن أخطأ قومه وإن اجتهد اجتهادا مرجوحا صححه كما هو معلوم. وقد انقطع الوحي بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا سبيل لعصمة أحد. والله تعالى إذا قلنا بالعصمة لابد أن يكون هذا خبرا عن الله تعالى يبلغه المعصوم. فمن بلغ هؤلاء أن هؤلاء الأئمة 12 قد عصموا، أي دليل؟ فليأتوا بدليل، فلابد من دليل. أما نحن فنقول إنهم وإن كانوا من أشراف الأمة المحمدية ومن عظمائها، إلا أنهم بشر كسائر البشر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجوز عليهم الذنوب. انتبهوا يا إخوان، تجوز عليهم الذنوب. ومعنى تجوز عليهم أن لا نقول إنهم أتوا ذنوبا أو أتوا الكبائر، إنما نقول تجوز عليهم الذنوب. وإن كان جماعات من السلف قيل إنهم لم يرتكبوا صغيرة قط فضلا عن كبيرة، لكن نقول تجوز عليهم الذنوب. أما الذين لا تجوز عليهم الذنوب فهم المعصومون، هم رسل الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهؤلاء الشيعة نسأل الله لنا ولهم الهداية يزعمون أن هذا وأجداده وآباءه وأبناءه وأحفاده من الأئمة المعصومين، وهذا الذي أوقعهم في مزالق كثيرة. والعجيب أنهم أخذوا عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم معصومون
أخذوا عنهم روايات لا تصح ولا تصح نسبتها إليهم وجعلوها دينا يدينون الله تعالى به، فهذا سبب الضلال الذي وقعوا فيه. ونحن والله نحبهم ونقدمهم، وهم على رؤوسنا وهم أئمتنا العظام، أبو جعفر محمد ابن علي. وقد سبق في الحلقة الماضية، الحلقة 34، أن تكلمت عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه، وتحدثت باستفاضة ما عن هذا الرجل العظيم. ثم الحسين، ولا يمنعني من الحديث عن سيرته العطرة إلا تجنب الخوض في الفتنة التي أكره كل الكراهة أن أخوض فيها، فإن السلف كانوا يقولون إن الكف عما شجر بين هؤلاء إنما هو من أصول الإيمان والعقيدة وأصول أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ينبغي أن نصنعه يا إخوة، لأن الحديث يقسي القلوب، الحديث الفتن يقسي القلوب، وإنما نستفيد من الفتن عدم الخوض منها، عدم الخوض فيها، وبراءة ألسنتنا منها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد العزيز على قربه من زمانهم ومن زمان تلك الفتن، فكان إذا سئل عنها يقول: أمر نجى الله تعالى أيدينا من دمائه فنحفظ ألسنتنا من الوقوع فيه. وهذا هو الفقه، كل الفقه هكذا ينبغي أن نصنع. وهذا الذي يمنعني من أتحدث عن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه وأكرم به وأنعم. أما الحسن رضي الله تعالى عنه فلعله تكون هنالك حلقة عنه إن شاء الله تعالى. أما ابنه فهو جعفر بن محمد المشهور بالصادق، وقد سبق أن ألقيت حلقة عنه في هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وعرضت أيضا في القناة نفسها. أما ابنه موسى الكاظم فسيكون إن شاء الله حظه في اللقاء القادم الحديث عنه. وأما حفيده علي ابن موسى الرضا فسيكون في الحلقة التي بعدها. وبهذا أختم الحديث عن سلسلة تتناول بعض أهل البيت الطاهرين رضي الله تعالى عنهم، وأبين للناس أجمعين أن هؤلاء أئمتنا وعظماؤنا وكبارنا، وهم عمدة أهل السنة والجماعة، وهم ثقات فيما يروونه احتجوا بهم في كتبهم ورضوا الرواية عنهم وعظموهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه نقطة ينبغي أن تفهم في بداية اللقاء، وسأزيدها إيضاحا إن شاء الله تعالى في ثنايا اللقاء بما أورد. أما إمامنا هذا فهو ابن الحسين، ابن علي بن الحسين، ومحمد أبو جعفر الباقر عاش كأبيه 58 عاما، وتوفي بالمدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة 1400، عن 58 سنة. فهذا حياته في المدينة ووفاته فيها. وكان صاحب علم وشرف وسؤدد وسيادة ورزانة وتقى وإيمان، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: كان يصلح للخلافة العظمى. وحسبك بهذا القول من الذهبي الذي يعرف مقاييس الشرع وضوابط الأمور، يقول: كان يصلح للإمامة العظمى. نعم. وكان رحمه الله تعالى أديبا فصيحا بليغا حسن الكلام جميل القول، وقد أثر عنه ألفاظ جليلة جميلة. وكان أبوه علي رحمهما الله تعالى يعنى به ويهذبه ويربيه وينشئه على حب أئمة المسلمين وعظمائهم، وسيأتي أيضا حديث عنهم إن شاء الله تعالى جميعا. أما هو فقد استخدمه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، خامس الخلفاء الراشدين، وهو من هو، وتكلمت عليه ولله الحمد وعن سيرته العطرة في هذا المسجد أيضا. استخدمه عمر رضي الله تعالى عنه حينما تولى الخلافة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا كل الحرص عندما تولى الخلافة على أن يستخدم الفقهاء والعلماء وأهل التقى والصالحين ليكونوا بجواره في دمشق،
وهذا الذي جرى فقد استخدم جماعة من علماء المدينة وأشرافهم وعظمائهم، كان فيهم طبعا أبو جعفر محمد بن علي، واستخدمه ليكون بجواره. فلما أراد أبو جعفر رحمه الله تعالى أن يعود إلى المدينة قصد باب عمر ومع الناس، والناس محجوبون بالحاجب، فخرج الحاجب لينادي أين أبو جعفر، فهو خشي إن قام ألا يكون هو المقصود، فمن تواضعه ما رد، فقال الحاجب مرة أخرى أين أبو جعفر، فلم يقم، ثم قال ثالثة أين أبو جعفر، فلم يقم، فدخل إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين ليس هو بالباب، قال بلى فقد حدثني الغلام آنفا، ماذا قلت؟ قلت أين أبو جعفر، قال ويحك أخرج فقل أين محمد بن علي، فخرج فنادى عليه فدخل فتحدث مع عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم لما أراد أن يخرج قال له عمر أوصني يا أبا جعفر، قال اتق الله واتخذ من المسلمين من الصغير ولدا ومن الكبير أبا ومن الرجل أخا. هذه وصية رائعة، العطف بالرعية والشفقة على الرعية والعناية بحال الرعية وتقوى الله تعالى. قال جزاك الله تعالى عنا خيرا، فوالله لقد ذكرت لنا أمرا ما إن أخذنا به وأعاننا الله تعالى عليه إلا استقام لنا الخير إن شاء الله تعالى، استقام لنا الخير إن أخذنا بهذين الأمرين. ثم رجع إلى رحاله فأرسل إليه عمر أني سآتيك في رحالك، قال بل أنا آتيك يا أمير المؤمنين، قال لا ولكني أنا الذي آتيك. فأتى عمر كان يعرف له شرفه وهو ابن عمه رحمهم الله تعالى جميعا. المهم فأتى إليه عمر وكان في إزار ورداء أبو جعفر، فالتزمه عمر ووضع رأسه على صدره وظل يبكي، ثم ودعه وخرج، قال وما ترك حاجة لمحمد بن علي إلا وقضاها له، ما ترك حاجة سأله إياها إلا وقضاها له. وعاد أبو جعفر إلى المدينة فما تقابلا حتى ماتا جميعا رحمة الله تعالى عليهما، وكان بين موتهما كما تعلمون 13 عاما، فإن عمر رضي الله عنه توفي سنة 100 وهذا توفي سنة 14. وكان له قصة مع هشام أيضا، وهشام هو الخليفة الأموي المشهور ابن عبد الملك، كان قد دخل المجلس الحرام متكئا على مولاه سالم، وكان لهشام قصة لطيفة مع أبيه علي بن الحسين ذكرتها في اللقاء السابق، فدخل المسجد الحرام متوكلا على مولاه سالم، هذا هشام، فرأى محمد بن علي في الطواف وقد أحاط به الناس، فلما خلى الطواف كان خليفة آنذاك، أما لما أتى إلى مكة في زمان علي بن الحسين زين العابدين لم يكن خليفة ولا ولي عهد، إنما كان مأمولا منه أن يكون، أما هذا المجيء فقد كان خليفة، ودخل المسجد الحرام فوجد محمد بن علي، فلما خلى الطواف وانفرد محمد بن علي بنفسه قال يا سالم اذهب إليه واسأله ما عمل أهل المحشر يوم القيامة، قال فإنهم يحشرون على مثل قرصة النقي، وهو الخبز الحوار، الحوار الذي ندعوه اليوم بالخبز الشامي، الخبز الأبيض، يحشرون على مثل قرصة النقي وتفجر لهم أنهار الجنة. فقال هشام الله أكبر، اذهب إليه وقل له ما أشغلهم عن الطعام والشراب يومئذ. فعاد الرسول وأخبره فقال قل لهشام فإن أهل النار يقولون في النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وما شغلهم النار ولا حالهم فيها عن طلب الطعام والشراب. فظفر به محمد بن علي وارتفع عليه. هذه قصته مع خليفتين من خلفاء بني أمية من المسلمين. أما هو في الحقيقة كان له ألفاظ لابد أن نفهمها ونعرفها لأنها جميلة، فكان من ألفاظه وكان كلامه موجزا لطيفا جميلا ولا شك أن يخرج من مشكات النبوة، فكان يقول سلاح اللئام قبح الكلام، سلاح اللئام قبح الكلام، اللئيم عافانا الله وإياكم ما عنده سلاح إلا الكلام السيء، لأنك لا تستطيع أن تجاريه فيه أنت، فتكف عنه، تكف عنه لأنك ما تستطيع أن تجاريه، فهذا سلاح اللئام.
وكان يقول: ما دخل في قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله بمقدار ذلك. ما دخل في قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله بمقدار ذلك. وهذا حقيقة واقعة ونراها جميعا. وكان يقول: قال لي أبي علي بن الحسين زين العابدين، قال لي أبي رحمة الله تعالى عليه: يا بني، خمسة لا تصحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال: يا أبا، ومن هم؟ قال: البخيل، فإنه يقطع بك بماله أحوج ما تكون إليه. قلت: يا أبا، ومن الثاني؟ قال: الفاسق، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قلت: يا أبا، وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها، يبيعك بها. قال: ومن يا أبا، من الثالث؟ قال: الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. قلت: يا أبا، ومن الرابع؟ قال: الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قلت: يا أبا، ومن الخامس؟ قال: قاطع الرحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. قالوا: الخمسة لا تصاحبهم، هذه وصية علي بن الحسين لولده، ونحن من باب أولى أن نأخذ هذه الوصية، فلا نصحب هؤلاء ولا نحادثهم، لأن إلا من باب الدعوة، دعوتهم إلى الله تعالى وكذا. أما نتخذهم أخلاء وصحبة، فإن يؤثرون على سلوكنا ويؤثرون على أفكارنا وعقولنا وقلوبنا، وينقص إيماننا بمقدار خلطتنا بأولئك الأقوام. فاحرص ألا تخالط إلا الأتقياء، الأصفياء، الأذكياء، العقلاء، الذين يرتقون بك ويرتفعون ويزيدون من عقلك ويزيدون من فهمك ويزيدون من دينك وإيمانك وولائك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. هؤلاء ينبغي أن يكونوا أصحابك، أما غير ذلك فانقطع، لأن الدنيا هذه لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، والإكثار من هؤلاء إنما يعود عليك بالضرر عاقبته في الدنيا والآخرة كما هو معلوم. وكان يقول: ما الدنيا وما فيها؟ هل هي إلا مركب ركبته، أو مسكن اتخذته، أو امرأة أصبتها؟ قال: هذه الدنيا، ثم تفارقها وتذهب. وما أحسن هذا الكلام. نعم، هذه هي الدنيا، والإنسان يظن أنه متعلق بها ومحب لها، ففجأة يغادرها ويترك هذا كله بين يديه، سبحان الله العظيم. وله كلام طويل إن شاء الله أحاول أن أختم الحلقة به. وأريد أن آتي إلى أمر، وأرجو أن لا يكون في صدور الإخوة شيء من هذا الأمر. بعض الناس عندما نتحدث عن قضية أهل السنة والجماعة وقضية الشيعة وقضية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقضية عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، يعني بعضهم يتأثر يقول: هذا يفرق المسلمين يا أخي، ولماذا تتحدث عن هذه القضايا وكذا. أنا أقول: نعم، ليس من غرضي أن أتحدث عنه، ربما في 35 حلقة ما تحدثت عن هذا الأمر إلا في حلقة جعفر الصادق. إنما هذا الأمر لابد أن أذكره، والسبب هو أنه أولا قد انتشر الإعلام في الدنيا كلها الآن، ولم يعد الأمر كما كان سابقا، يعني محصورا في منطقة أو كذا ولا يتأثر به الناس. اليوم الإعلام عالمي، وصار الناس يشاهدون القنوات في أنحاء العالم ويتأثرون بما يقال فيها، وربما نيل من عرض الشيخين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وتكلم فيهما بالباطل، ونحن نقول: لماذا نتحدث ونفرق كلمة المسلمين؟ وهذا ليس في تفرقة لكلمة المسلمين، هو إيضاح وبيان. نحن ندعو الشيعة جميعا في الحقيقة لأن يتأملوا ويفكروا بعقولهم التي وهبهم الله تعالى إياها، يفكرون في مثل هذه القضايا بدون تشنج ولا تعصب ولا محاولة جرهم إلى ساحتنا. نحن نريد أن نجر أحدا إلى ساحة أحد، نريد أن نبين لهم الحق فيتبع الحق إن شاء الله تعالى. ما إحنا ما نريد أن يتبعونا، ونريد أن ينقادوا إلينا، نريد أن ينقادوا إلى الحق ويتبعوه. فإن رأوا الحق معنا كانوا معنا، وإن رأوا الحق في مكان آخر يتبعون الحق، ما في ليس هناك مشكلة، يتبعون الحق أينما كان الحق يتبعونه. أما الذي يجري اليوم يا إخوة فهو والله مخالف لقواعد الإسلام وبدهيات العقول. فلا يمكن أن الله تبارك وتعالى اصطفى رجلين من المسلمين وجعلهما حول نبيه صلى الله عليه وسلم، ونوه بذكرهما ورفع شأنهما، وجعلهما من خاصة بطانة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم،
وكان الصحابة دوما وأبدا يرونهم جميعا معا، رضي الله تعالى عن الشيخين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وأخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأصدق أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخدوعا بهما طول هذه المدة، ثم يكون هنالك أمر مخالف لما ظهر منهما رضي الله تعالى عنهما، وهما شيخا الإسلام وعظيماه ووزيرا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما ضجيعاه اليوم في القبر. مستحيل يا إخوان، عقلا هذا مستحيل. فندعو هؤلاء أن يفكروا طويلا في هذه القضية، وأن يفكروا في هذا الأمر بدون تعصب وبدون وراثة التعصب وبدون الاستهزاء بمثل هذا الكلام. يفكرون طويلا أن الله تعالى من المستحيل أن يقيد لنبيه هذين الوزيرين العظيمين ويجعلهما على رؤوس المسلمين بعد ذلك، ثم يكون كما يذكر هؤلاء، معاذ الله أن يكون كذلك. ومن المستحيل أيضا أن يكون علي رضي الله تعالى عنهما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له ثم يجبن عن ذكر ذلك بين الصحابة، ثم لا يعلن بذكر هذا. ومن المستحيل أن يجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل جيل خرج للبشرية مطلقا مطلقا، ليس فقط في الإسلام، بل أفضل جيل على الإطلاق منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، وأعظم جيل، وضحوا بأنفسهم وأرواحهم. من المستحيل أن يرضوا وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لعلي، من المستحيل أن يرضوا بعد ذلك بأن يأتي أبو بكر ليأخذ الخلافة ويتركوا علي. ذاك لأن عليا في المنازل الجاهلية فهو في القمة السامقة من قريش، وأبو بكر رضي الله تعالى سيدنا وأعظمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو في المنازل السافلة في ترتيب الجاهلية، والإسلام ذهب بهذا كله. لكن أين بنو عدي وأين بنو هاشم؟ في قريش. ثم يسكت بنو هاشم وبني المغيرة وبنو المخزوم، ويسكت وبنو عبد مناف، ويسكتون جميعا ويسلمون خلافة لأبي بكر. لماذا؟ أمن عصبة كانت لأبي بكر؟ أمن قوة كانت له حتى يجبر الناس؟ أبدا، فإنهم كانوا قد علموا رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومحبته إياه، وتقديمه له، وطلبه أن يصلي بالناس، حتى أنهم قالوا، وهذا قول عقلي صحيح: أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ وأجمعوا على تقديمه، ثم تقديم عمر من بعده رضي الله تعالى، ثم تقديم عثمان، وقد استشار في ذلك كله عبد الرحمن بن عوف، وتعب في الاستشارة واستغرق أسابيع في الاستشارة، وأجمع الصحابة في المدينة على هذا. يا إخوان، فمن المستحيل أن يكون هذا. ودليل أن أبا قحافة رضي الله عنه، وتعلمون تأخر إسلامه، ووالد أبي بكر، لما ولي أبو بكر الخلافة قال، جاءوا إليه فقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن تولى بعده؟ قال: ابنك أبو بكر. قال: وهل رضيت بذلك بنو هاشم؟ يعني تعجب، كيف ترضى بنو هاشم بهذا؟ فهو ما زال مقاييس الجاهلية في ذهنه، رجل أسلم حديثا للتو. فمن المستحيل أن وعلي من هو في الإسلام شجاعة وقوة وصدعا بالحق. وهذا الذي عبر عنه أبو جعفر عندما جاء رجل من أهل العراق، فقال: يا أبا جعفر، وكانت شيعته في العراق ليس في المدينة، المدينة أهل سنة وجماعة واستقامة على حب الشيخين وعلى حب الصحابة جميعا، أما الشيعة هؤلاء كانوا في العراق، فكانوا يأتون إليه في المواسم. فقال له، فوقف على رأسه، قال: يا أبا جعفر، قال: لا تقعد إلينا، فإنكم معشر أهل العراق نهيتم عن قعود معنا. ما يريد أن يقعد معه، فقعد، خالفه وقعد. فقال: يا أبا جعفر، هل حضر علي رضي الله تعالى عنه موت عمر؟ قال: ويلك، أما سمعت علي، أما سمعت عليا يقول: وقد حضر عمر، ما أحد من المسلمين أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من هذا المسجى بثوبه. ويحك، ألم تعلم من تزوج عمر رضي الله عنه؟ إنه تزوج أم كلثوم بنت علي. أو تدري من هي هذه؟ كانت أشرف نساء الأمة، كانت أمها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأبوها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها خديجة، وأخواها الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. ويلك، أيزوجها علي عمر وهو لم يره أهلا لها؟ هذه قضية، هل يزوج الإنسان بنته لعدوه يا إخوة؟ هل يعقل هذا؟ وهل يعقل أن علي يخاف حتى يضطر لأن يزوج بنته لعمر رضي الله عنه؟ مستحيل، مستحيل، هذا ما يكون من شخص مثل علي في شجاعته وقوته وبطولته. أفلا نفقه هذا؟